مرحبا، اليوم رح نحكي عن المخرج الفلسطيني المميز محمد الجبالي، وهو مخرج فيلم إسعاف الوثائقي ومخرج فيلم دبوس اللي تمثل في الحرب الأخيرة على قطاع غزة. واليوم رح نحكي عن قصة فيلمه المميزة إسعاف. أين عندك؟ عندك أنا عندك تحت عندك أنا سخطي. انزل تيف انزل افتح شنطة ايش فيه. واليوم رح نحكي عن فيلمه المميز فيلم إسعاف اللي اتبع من خلاله القصف الإسرائيلي لقطاع غزة عام 2014 ومن منظور فريق المسعفين. ما كانوا أهلي بيعرفوا أن كنت مقضي كل وقت مع طاقم الإسعاف، لأنه لو عرفوا رح يمنعوني، وظليتني ساكت. وتم عرض الفيلم ضمن مهرجان بي بي سي عربي، وحصد المخرج على جائزة البي بي سي عربي للصحفي الشاب من مهرجان الأفلام والوثائقيات الذي عقد مؤخراً في العاصمة البريطانية لندن عن فيلم إسعاف. محمد الجبالي مصور فوتوغرافي ومخرج وكاتب سيناريو كمان، والفيلم كان بيحكي عن الإسعافات الأولية وأهمية معرفتها وعن دور المسعفين في الحروب والأزمات. يا أخو مش عارفين نخل جوا. واضح حسين ما شاء الله مش عارفين نخل جوا. مش عارفين نخل جوا. مش عارفين نخل جوا. خبر جوا. محمد رافق فريق من المسعفين خلال حربه، وكانت حياته حياة طاقم المسعفين مهددة بالخطر والموت في أي لحظة. كانت هناك مجازفة قوية وكبيرة للمخرج الفلسطيني محمد الجبالي أن يصنع فيلمه في ظروف صعبة جدا. في حد أمردوك الصواب؟ أمردوك المدير رمضان طابق الإسعاف تبعنا. تعالوا ورد علي. وبيشارك محمد الجبالي فيلمه في عدد كبير من المهرجانات وعرض في بعض الدول العربية والأوروبية. من المتوقع حصول فيلمه على عدد كبير من الجوائز. انتظرونا في الحلقة القادمة. Hello, it's محمد جبالي, the director of Ambulance. The film is about my personal story being with an ambulance unit for the 51 days of the Israeli attacks over Gaza in the summer 2014. The film is about people's lives try to survive under difficult circumstances. It's about an ambulance unit trying to help and to save people's lives. There was many challenges for me making this film, but I feel it's being outside and far away of the family, it was a little bit hard for me. But the good thing, I was in a very good film environment. Ambulance will be screened in the BBC Arabic Film Festival, which is focusing on the current events in the Arab world. And I believe that our situation in Gaza and in Palestine in general, hasn't been changed a lot since a long time. And I hope through my film that can create and put more names and faces on this situation. And I'm really looking forward for the festival. أصدقائي سجلوا تابعوني على موقع باز. موقع باز متاح على جميع المتاجر. جهزوا السينما.